والتحاليل للمرضى. مصر رائدة النهاردة في منظومة فيروس سي علاجا، وكمية مرضى قدرنا نخلصهم من هذا الداء وفي فترة قياسية، احنا بنتكلم في سنة وسنة ونص. الحمد لله احنا قدرنا ان احنا نقضي او سنتين بالكثير قضينا نقضي على هذا المرض، وان شاء الله بنهاية 2018 سوف نعلن بإذن الله ان شاء الله ان احنا قدرنا ان احنا نعمل مسح طبي لهذا المرض. احنا واقفين النهاردة في العاصمة الإدارية الجديدة، ورانا المباني الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة. إذا كانت هذه البلد وهذه الدولة بقيادة سياسية بتسعى إن هي تحقق كل يوم هدف، فالنهاردة إذا كان الهدف النهاردة هذه العاصمة الإدارية الجديدة، أنا الحقيقة أول مرة جيت أنا شايف حاجة مبهرة يعني. فهذا العمل في فترة وجيزة جدا تم.